ايوه 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 الاستاذ عباس جاله ضيوف ونزل معه وبيعتزل السيادتك عن الغدا. اسمحي لي اصلح لك العجله. متشكره قوي. طب اتفضلي استريحي في عربيتي. ميرسي. عايزة ايه يا عناية؟ ممكن تسيبي بابا ارقص معاه شوية؟ ترقصي مع بابا شوية؟ حاضر اتفضلي. يلا حبيبتي. ماليش مزاج، ارقص انتوا عشان خاطري. امرك لله. ايه يا نادي؟ ايه التأخير ده كله؟
بقالي اكتر من ساعه قاعد في البيت. ولما خلصت بدري ما فوتش عليا عند ليلى ليه؟ انت فاكره هترجعي بدري؟ ثم انا مش فاضي، عندي قضيه مهمه بدرس فيها. ولما انت مش فاضي وعندك حاجه اهم مني عايزني ارجع بدري ليه؟ عشان الناس ما بتحترمش الست اللي بتتاخر بره لوحدها. في المكتب عندي من غير معاك، ودي مواعيد بالليل، وسيد افندي جاب نسخه الجنايه بتاعت انا الجلسه الاسبوع اللي جاي زي النهارده. طيب تبي تفكريني اخدها معايا عشان اقراها في البيت. حطيتها لسيادتك في الشنطه. حضرتك هتقابل حد دلوقتي؟ لا 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 انا مشغول قوي، شوف لهم وقت فاضي وحدد لهم مواعيد. حاضر يا فندم، اي اوامر؟ لا متشكر. خير؟ مستعجلة ولا ممكن تستنى لما اخلص شغل؟ مش عارفة. ناهد يا حبيبتي، أنا ما بقتش فاهماكي خالص، أنت عايزة إيه بالظبط؟ أعيش. تعيشي؟ يبقى أنا لازم مت من زمان قوي. نهد يا حبيبتي، كل اللي كان نفسك فيه من أيام المدرسة حققتيه، الفلوس، البيت الحلو، الزوج المحترم، عايزة إيه تاني؟ مش عارفة، مش عارفة يا ليلى، يمكن لو كان ربنا عوضني بطفل كان عوضني عن حاجات كتير قوي، كان ملا الفراغ اللي في حياتي. شوف الجدول بتاعي وحب اقول لك. وهي دي كمان محتاجه جدول؟ دي بعد مواعيد المكتب. معلش تعالى مر على نفسك، ما انا ياما جيت كتير علشانك. ايوه بس جوزها ده انا بقى. اه لو تعرف هي سعيده معاه قد ايه. وانتي مش سعيده معايا؟ مش هتقدر تفهمني. تقدر تقول لي اخر مره قلت لي فيها كلمه حب امتى؟ مش عبيط امال، احنا لسه صغيرين. ثم الحب مش كلام يتقال، حب تصرفات واحاسيس. على الرغم من ستي ما تزعليش، هقول لك كلام حب. دي انت ريقيه جميله وحلوه. بتحبيني؟ هفضل احبك طول عمري. عايز حياتي تفضل شهر عسل على طول. على طول على طول يا حبيبتي. بحبك. بس كفايه كفايه كفايه، انا عايز اسمعها منك انت. ليه يا ايه شغل العيال بتاعك ده؟ انا هفضل طول عمري اقول بحبك بحبك بحبك. ما تسمعني بقى.
بصراحة حكاية الرقص دي مش نازلالي من زور أبدا. لا ده بس عشان سيادتك ما بتحبش الرقص يا متر. لا 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 دي وجهة نظر. أنا مش فاهم، واحد عايز يحضن مراته لازم يفرج الناس عليهم؟ طب ما يحضناش ليه في بيتهم وبابهم مقفول عليهم؟ يعني لازم يحضنها والمزيكا شغالة ويعمل إعلان. اسمح لي بقى يا عباس بيه، وجهة نظر غريبة قوي في الرقص. الرقص مش مجرد إن واحد عايز يرقص ويحضن واحدة وبس. جوزك بص في الساعة. طيب ميرسي قوي يا ناهي، هنمشي احنا بقى. ما بدري. كفاية كده. روح على خير وانت من أهلك. مع السلامة. مع السلامة. مش كنتي قعدتي شوية؟ يا ناهي يا حبيبتي أنا عندي شغل بكرة الصبح بدري قوي. طبعا يا ستي. مين قدك؟ على إيه بس يا حسن؟ الصحية من الفجر ولا شحطتها في التاكسيات ولا مروحة الشغل ولا رجوع البيت وشغل البيت وطلبات البيه اللي ما بتخلصي؟ بس برضه بتحسي انك مهمة. تعرفي ليلى بتحسدك عشان ما بتشتغليش. انا صباح على خير وانت من اهل. هكلمك اول ما اصحى. صباح على خير وانت من اهل. بس ايوه أنا عايز أشتغل. إحنا سبق اتكلمنا في الموضوع ده واتفقنا إن مراتي مش ممكن تشتغل. إحنا لما اتفقنا على الموضوع ده كان الوضع يختلف عن دلوقتي. كنت فاكرة إن إحنا هنخلف ونشغل بالولاد. أوه كل حاجة تقولي نخلف وما نخلفش. دي رأية ربنا. مش دخل الخلف في الشغل. سمعنا المركز الاجتماعي ما يسمحش إن مراتي تشتغل. هتشتغل إيه بالثانوية العامة بتاعتي دي؟ مش انت اللي قعدتني في البيت وما رضيتش تخليني اكمل؟ مامتك الله يرحمها كانت موافقه وانت كمان وافقت على كده. امي زي اي ام عايزه تسطر على بنتها تجوزها راجل كويس. واعتقد انها ما كانتش غلطانه. ولا انت ليك راي تاني؟ انا كل اللي عايزاه املى الفراغ اللي في حياتي. وانا بقول لك لاخر مره مش لازم نتكلم في الموضوع ده تاني. فاهمه؟ أي أوامر؟ متشكرة يا عم صالح. العفو يا Thank you.
ليلى. أنا آسفة يا ناهي، بس أنت مش غريبة. كمال بيزعل أوي لما يجي يلاقيني مش متوضعة. بس تعرفي أنا برضو مش داخل مخي إن كل المقابلات دي صدفة. جايز أوي، لو كان جارك كان ممكن تقابليه مرة واتنين وتلاتة وعشرة كمان. أنت عايزة إيه بالظبط؟ أنا؟ وأنا عاوز إيه يعني؟ افرضي افرضي ان الراجل ده فعلا بيستناكي مخصوص. طب ليه؟ عايز مني ايه؟ ولو عايز حاجه ما كلمنيش ليه؟ طب افرضي افرضي كمان انه جه كلمك وقال لك انا بحبك، انا بدوب فيكي، انا بموت في التراب اللي تحت رجليكي. هروح واخداه قلمين وموقفاه عند حد وارتاح. خلاص ارتاحي واعتبري نفسك ما شفتهوش خالص. في حاجة يا نهد؟ لا أبدا، بس أنا لقيت نفسي فاضية ومش جاي لي نوم، قلت اشرب معاك القهوة ده اذا ما كانش عندك مانع. لا لا ابدا بالعكس، انا هخلص في ايدي وفضلك. عباس انت مش محتاج اجازة؟ اجازة؟ ده الموسم القضائي لسه مبتدي. معلش اجازة ان شاء الله اسبوع بس، ما عندكش فكرة انا محتاجة لها قد ايه. تي ناسية ولا ايه؟ احنا مسافرنا في الصيف وتفسحنا وكل حاجة. عباس انا محتاجالك، محتاجالك تفضلي شوية تنسى الشغل والدنيا والناس وكل حاجة ونسافر بعيد. من امتى انا بقى بسيب شغلي والفسح؟ على العموم انا حابب اشوف الجدول بتاعي واقول لك امتى نقدر نسافر. انا اسفة اني عطلتك. زعلت يا ناهد؟ حقك عليا يا ست، حقك عليا. مش عارف ايه اللي طلع في مخك حكايه السفر دي. لو انا فيها لوكاندا كويسه وفسح كنت خدتك معايا. انت مسافر؟ بعد بكره عندي قضيه مهمه. خلاص اجي معاك واستناك في الاقصر، وعلى ما تخلص القضيه نقعد يومين في اسوان. حيلك حيلك، ده القضيه دي مش هتاخد اقل من اسبوع. ثم بعد كده انا جاي لي ناس من الكويت والسعوديه والبحرين، هعمل لهم عقد مش هكون فاضي ولا دقيقه واحده. ما تشغلش بالك، انا مش وعدتك اني هشوف الجدول بتاعي ولسه كام يوم؟ هاخدك يا ستي ونلف الدنيا اللي انت عايزاها. طب ايه رايك لو عزمتك على سينما من 10 لواحدة؟ يا شيخه خدي اجازه علشاني ولو ساعه. طب بلاش، اصل عباس سافر مش عارفه اعمل ايه قاعده لوحدي. عندك اكل؟ طيب انا هروح اعمل شعري وافوت عليكي. خلاص ما تاكليش الا ما اجي. اوكي باي باي. طايرة
عايز ايه مني بالظبط؟ انا؟ ابدا. ده انا كنت طالع رحله صيد فقلت اقف اخد فنجان شاي. دي رابع مره بتطاردني، انت عايز ايه؟ بتهيألي دي اول مره بشوف فيها حضرتك. ومع ذلك اذا كان وجودي مضايقك فانا متاسف. عن اذنك. استنى من فضلك. انت فاكر انك هتضحك عليا؟ يا هانم انت مره غيرت لي الكاوتش العربيه، ومره في محطه البنزين، والهرم، والسوبر ماركت، ودلوقتي هنا كمان صدفه. واضح ان سيادتك منفعله زياده عن اللزوم. الناس كده ممكن تاخد بالها ان انا واقفه هذا. اذا كنت مصممه تعرفي السبب اسمحي لي اعزمك على فنجان شاي. ايه اللي شاي ده؟ طيب خلاص بلاش. الشاي جه لما نشرب. تاخدي سكر قد ايه بقى؟ ما بحبش السكر. لا لا لازم تشربي سكر. الله مش ممكن شاي من غير سكر. وبعدين الجاتو ده هايل لازم تدوقيه. ممكن اعرف ايه السبب؟ شوف يا ستي كان نفسي اقعد معاك اتكلم معاك اسمع صوتك ابص في عينيك الحلوه. باختصار كان نفسي اعرفك. هو ده السبب؟ هو في احسن من كده سبب؟ اسمعي عمرك طلعت رحلة صيد؟ لا. طب ايه رأيك تيجي معايا؟ صيد؟ انا؟ طب خلاص خلاص بلاش. الامين وقفك عند حدك واستريح. احنا هنرجع للتهزيق تاني. لا خلاص. كلتي كرشه ولحمه راس وكوارع قبل كده؟ طبعا. في مكان زي ده؟ لا طبعا. هما بقى ما يتاكلوش غير في الجو ده. فعلا معاك حق. تعرف ان هنا ليهم طعم تاني خالص. الف انا وشوف. ميرسي. انت ما قلتليش بتشتغل ايه؟ دوي ليه كده؟ حرقة قوي. ما تنساش عنطر يا معلم جابر. عيب يا سامي بيه، سعادتك تهند على المصمت من هنا ونايب عنطر يكون بيتوضب على طول. الظاهر انك بتيجي هنا كتير. عارفينك كويس. انا برتاح قوي لما باجي هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ما تتاكلش كده. بصي. القراقيش تتاكل. والبهريز يتمصمص والعظم يترمي. يا خبر ايه خير؟
صور اني متفقه مع واحده صاحبتي اروح اتغدى معاها. اكيد قاعده هي وجوزها مستنياني. بقى بذمتك اكل المعلم جابر ولا اكل صاحبتك؟ بصراحه بصراحه اكل المعلم جابر. حاجه غريبه قوي، تعرف ان الوقت فات بسرعه ما حسيتش بيه، مع اني كل يوم اقعد ادور على حاجه اعملها ما لقاش، ابقى شايله هم الوقت هيفوت ازاي. وادي الشاي. حتتين؟ واحدة. كان حلو الفيلم؟ أنا ما رحتش سينما. السينما ما رحتيش، وميعاد الغدا وما جيتيش، وسألت عليكي في البيت قالوا خرجتي من بدري. كنتي فين؟ ناهد مالك؟ تعرفي انا كنت مع، ايوه كنت مع مين؟ كنت مع نفسي، اصل انا فكرت اروح انا العباس، وبعدين قعدت طول الوقت افكر. انا العباس. طيب اشربي الشاي عشان نعرف نتكلم على رواقه. اهلا يا ناد، اهلا بالمقلبجية. ازاي؟ جوعت النهاردة. ايوه قوي. ازيك يا حبيبتي؟ لي بقى الليلة عشيكي على مزاج. حقيقي انت ذوقك في الاكل يجنن. ده مش في الاكل بس يا فندم، طلع ذوقك يجنن في كل حاجة. الله يخليك، انت عارف طبعا كان معتاد. السهر عليك بتيجي هنا كتير، بس دي أول مرة أجي فيها مع أجمل واحدة شافتها عليا. عجبك المزيكا دي؟ مش دي بتاعت ايمانويل؟ ايوه. شفت الفيلم؟ شفته في باريس. عجبك؟ لا، لانها كانت بتدور على الجنس مش على الحب. فعلا معاك حق. مالك يا ناس؟ سرحانة فيه؟ لا أبدا مفيش. يظهر إنك ليكي ذكريات في المحل ده. أنا أول مرة أجي هنا. وأنا لأول مرة بحس إن أنا عايش. وجودي جنبي خلى الحياة طعم تاني. ابتديت أحس إن الدنيا حلوة وجميلة، لأني ببصلها بعينيكي. سامي أنا عايز أقول لك إن أنا كل اللي أنت عايزة تقوليه أنا عارفه. عارف؟ عارف إيه؟ أي كلام جميل هتقوليه، واي احاسيس حلوه هتوصفيها انا حاسس بيها قبل ما تقوليها.
بيت مقفول بقاله وقت. يوم 6 ساعات ساعة بلاضي نطق بالحكم ببراءة المتهمين كل التعب راح. نهد انت عايزة تنامي ولا ايه؟ لو عباس سأل علي عندك قولي له ان انا لسه نازله من عندك. اه ما انا حابه اتصل بيكي. حاضر. مع السلامه يا ليلى. ما تعملوش حسابنا على الغدا النهارده، انا هتغدى بره. حاضر. واذا البي سأل علي انا عند مدام ليلى. خليك انا هرد على التليفون. حاضر. ايوه نهد، اتضح يا ستي ان في واحد من الشركاء جايب مراته معاه، فاعملي حسابك تتغدي معانا. تقالي انك انت فاضيه وعايزه اي حاجه تشارك. استني يا منى، ايه رايك لو تعملي حركه ظريفه وتروحي تزوريها في الاوتيل؟ اه تعرفي بيها وتقولي لها انا حرم فلان عايزه تنزل البلد تلف في السوق، المهم تبقي معاها. طيب خدي منى هتقولي كل حاجه. الو. اتكلم في التليفون. تحبي اجي معاكي؟ ابدا يا روحي، خليكي مرتاحه. احكي لي بقى، رحت فين يوم ما كلمتيني في التليفون؟ ومن امتى بتروحي مكان من غير ما تقولي لجوزك؟ ما انا ما خرجتش يوميها. هتخبى عليا؟ ده انا بقالي اسبوع مش عارفه انام من القلق عليكي. ليلى انا بحب. تحبي؟ تحب ازاي يا نهد؟ الحب مفيهوش ازاي؟ بس مش احنا، مش احنا بتوع المغامرات دي؟ احنا ناس متجوزين يا نهد، دي مش مغامره يا ليلى، ده حب كبير قوي. واخرته ايه بقى ان شاء الله؟ اصل انت مستحيل هتفهميني ولا هتقدري موقفي، عشان انت بتحبي جوزك وسعيده معاه. صعب، صعب قوي ان الواحده تعيش مع راجل مفيش بينها وبينه اي حاجه. بس يا نهد انت نسيت انك متجوزة؟ أرجوك يا ليلى تفهميني، أنا ما عملتش حاجة غلط. مش عارفة، أنا مش مطمنة أبدا. اتفضلي. ميرسي.
الواحد هلك النهارده. امال انا اقول ايه؟ لسه قدامنا على الحال ده كمان اسبوع. لا قدامك انت. يعني ايه؟ الست جوزها مشغول معايا طول النهار هتفضل هي إيه محبوسه في اللوكاندا؟ وانا مالي يا عباس؟ ما تشوف لها مرافقه ولا سكرتيرتك تفسحها. ناهي الناس دول مهمين بالنسبه لي قوي. انت عارفه الشركه اللي هيعملوها دي هيدفعوا لي مرتب قد مرتب الوزير مرتين. هو انت كل حاجه عندك بالحساب؟ ثم دول ضيوفنا. انت طول عمرك بتشكي انك انت ما عندكيش حاجه تشارك. ايه اللي حصل؟ حاضر يا عباس. حاضر. وشغلتيني عليك سامي. انا مالك؟ انا متجوزه. ليه ما قلتليش قبل كده؟ ليه ما قلتليش من الاول سامي؟ انا صحيح ست متجوزه، لكن مفيش اي عواطف بيني وبينه، مفيش اي حاجه مشتركه بينا، عايشين اغراب تحت سقف واحد. لكن في بيت وفي اولاد. مفيش حاجه. لو ما كانش في اي حاجه مني ما كنتيش قعدتي معايا، كنت سبتيني. انا ماليش حد، هروح فين سامي؟ ارجوك صدقني، انا قبل ما اعرفك واحبك ما كانش في سبب يخليني اسيبه، كنت مسلمه امري لله وهي عيشة وخلاص. شوفي بقى يا نهد، انا ما اقدرش اكذب عليكي ولازم اكلمك بصراحة. طبعا كل انسان عنده افكاره واخلاقه ومبادئه وهي اللي بتحكم تصرفاته، وانا بقى ما اقدرش اعرف ست متجوزة اخلاقي كده ومبادئي كده، ومرضاش كمان انك تبقي زوجة خاينة. أنا ما عملتش حاجة غلط عشان أنت تقول كده، إحنا حبنا بريء ونضيف. يبقى ما يصحش نبنيه على خداع راجل تاني. أنا ما قلتش كده. وأنا قلتلك رأيي، وعلى كل حال دي حياتك، وكل واحد من حقه يعيش حياته بالطريقة اللي تريحه ومع الإنسان اللي بيحبه. وأنت بتحبيني يا ناهي، تبقي لازم تسيبيه، لازم تطلبي الطلاق. شاي كمان؟ عباس. ايوه. انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. ايه دلوقتي؟ انا عايزه اتطلق. دي جنتي؟ قول زي ما انت عايز، أنا فكرت كتير قبل ما أكلمك ومصممة على اللي قلته. أنا مش فاهم أنت بتكلمي جد ولا بتهزري؟ بتكلم جد يا عباس. ليه؟ إيه السبب؟ ناقصك حاجة؟ عايزني الحب.
انتي عارفه كويس ان انا بحبك. ارجوك يا عباس بلاش نتكلم في الموضوع ده. انتي ظاهره اعصابك تعبانه. بكره انا هاخدك للدكتور ونروح للمأذون. انتي فاكره ان انا يعني هطوعك على حكايه الجنان بتاعك ده؟ طلاق ايه وكلام فارغ ايه؟ مدفوعي وانا مجنون زيك عشان اهد البيت واهدمه؟ يعني ايه؟ هتعيش معايا غصب عني؟ الطلاق قال. انتي ناسي مركزي؟ عايزه الناس يقولوا ايه؟ انا ما يهمنيش الناس وما يهمنيش مركزك ولا انت. ايوه انت ما تهمنيش. مش عايزه اعيش معاك. ما بحبكش. بحب واحد تاني. ايوه بحب واحد تاني. قسما عظما لو خرجتي من باب الشقه لكيك لا هتهمني سمعتي ولا مركزي ولا كلام الناس. مصيبة حطيت نفسك فيها بدون مناسبة. في حد يعمل كده؟ تطلبي الطلاق من جوزك عشان واحد قابلتيه صدفة؟ واحد بحبه ومش عارفك ان هو بيحبك. مش يمكن يكون بيتسلى بيكي؟ لو كان بيتسلى بيا كان فضل يعرفني وانا متجوزة، ما كانش قال لي اطلبي الطلاق. وعباس لو ما كانش بيحبك وشريكي كان طلعك على طول. لا مش عشان بيحبني، عشان اسمه ومركزه والناس. طب افرضي افرضي انه طلعك هتعملي ايه؟ هتجوز تاني طبعا. هو قالك كده؟ هو مقاليش بس ده اللي هيحصل. اسمعي ناهد، مادام عباس مش ناوي يطلقك انا من رايي انك تنسي سامي ده خالص. اعتبر اللي فات ده كله كان كابوس مزعج وصحيتي منه. عشان خاطري حاولي تصلحي علاقتك مع جوزك تاني. ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش اعيش معاه تاني. ما اقدرش. واحد عاوز حضرتك. واحد؟ واحد مين؟ بيقول مندوب من شركة التأمين. قلقت عليك. انت كبيرة. خفت يكون جرالك حاجة. بقالي أسبوع ما شفتكيش. عملتي إيه؟ ما رضيش يطلقني وهددني بالقتل. يبقى خلاص نحطه قدام. هنحطه قدام الأمر الواقع. يعني إيه؟ أنت تهربي من البيت. تكتبي له جواب. تقولي له فيه أنا بحب فلان وعايز أعيش معاه وعنوانه أهو. ابعت لي ورقة الطلاق. هيخاف من الشوشرة والفضيحة. هيبعت لك ورقة الطلاق على طول. أيوه بس. ما إحنا ما قدامناش حل غير كده. وهو كمان ما فيش قدامه حل غير كده. طيب طيب بس امشي دلوقتي ارجوك. ردي عليا على طول. Thank you.
يا فندم؟ حصل حاجه لسيادتك؟ مش عارفه، الظاهر ان العربيه جرزت وانا مش عارفه اعمل حاجه، ممكن تساعدني؟ مش ممكن يا فندم، ده العربيه جرزت خالص، مش ممكن، مستحيل. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا لازم اوصل عزبه سامي سليم. عزبه سامي سليم مش ممكن، ده انت قدامك اكتر من 10 كيلو. مش ممكن. على العموم انا مضطر ارجع تاني، اتفضلي حضرتك بقى اوصلك، والصبح بعد حد ياخد العربيه. مش ممكن، انا لازم اوصل دلوقتي. طب وهتعملي ايه يا فندم؟ معقول هتمشي اكتر من 10 كيلو في المطر لوحدك؟ مش ممكن. اتفضلي يا فندم معايا والصباح رباح. اتفضلي يا فندم. نعم. بس انا كتبت الجواب وسبته. نعم. ممكن بسرعه؟ حاضر. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اتفضلي كاس عشان تدفي. متشكرة ما بشربوش. ده كويس قوي، ده بيدفي. قلت لحضرتك متشكرة ما بشربوش. الله، حاجة عجيبة قوي، انت بتعملي كده ليه؟ بسرعة من فضلك. الله، مستعجلة على ايه؟ الليل لسه طويل. قدر انك لسه قاعدة في عربيتك وانا لسه ما جيتلكيش. لو سمحت من فضلك بسرعة. تعالي ايه ده؟ بس يا حلوة، ايه اللي بتعمله ده؟ انت جننت؟ الله، طب اتفضلي بقى انزلي مع السلامة. يلا يلا انزلي مع السلامة. انزلي عشان تشرب المطر لوحدك، مش عايز اشوف وشك. مع السلامة. ندي المفاتيح، المفاتيح. أنا سبت البيت ورحت أعيش مع الإنسان اللي اخترته. أرجوك منعاً للفضيحة والشوشرة تطلقني وتبعت لي ورقة الطلاق على بيته. عزبة سامي سليم 12.
انا ما يهمنيش الناس وما يهمنيش مركزك وانت ما بحبكش، بحب واحد تاني. ايوه بحب واحد تاني. أنا ما كنتش واعي، أعصابي خانتني، اتطورت. أي واحد في موقفي كان لازم يعمل كده. ما بترديش ليه؟ عايزني أقول إيه؟ قولي إنك أنت السبب في كل ده؟ أرجوك يا عباس بلاش نتكلم في الموضوع ده. مش قادر اتصور انك انا ياما قلت لك اني محتاجالك، محتاجه انك تفضلي شويه. طلبت منك اكتر من مره اني اشتغل عشان اكسر الملل اللي في حياتي. ياما قلت لك تنسى الشغل شويه، سافر اي حته. كنت دايما بتقولي جدولي ما يسمحش. معلش معلش، انت عارف انا بحب شغلي قد ايه، انما انا اكيد حبي ليكي اكتر من اي حاجه في الدنيا. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزه
عايز اقول ان الجدول بتاعي يسمح باجازه. قد ايه لما جدولك بيسمع، قد ايه الدنيا بتبقى جميله. هتبقى اجمل اكتر لو جاوبت على سؤالي. قول خنتيني. عباس انت ليه مش عايز تصدقني؟ انا عمري ما كنتك. ارجوك تنسى، انا كمان نسيت. غير سامي سليم، افتكرت حاجة وقلت يمكن تفيد في التحقيق. متشكرين. ايه هي؟ في ليلة الحادث وعلى بعد 10 كيلو تقريبا، زي ما هي قالت لي. هي مين؟ الست اللي قابلتها هناك. الحقيقة كانت واقفة مضطربة جدا، ويعني العربية بتاعتها كانت عطلانة في المنطقة دي بالذات. طيب اسمها ايه؟ الحقيقة أنا ما أعرفش اسمها ايه، لكن أنا فاكر نمرة عربيتها كويس. طب ايه اللي خلاك تاخد نمرة عربيتها؟ الحقيقة ما اخبيش عليك، الست دي ركبت معايا العربية، وبعدين قلت اخد نمرة عربيتها عشان ابعت لها حد ياخدها لها، لكنها نزلت على طول وما كملتش معايا. اديني إدارة المرور المركزية. مساء الخير يا أستاذ عباس. مساء الخير. في ضيف عشاني. عقيد شرطة سراج عبد الحميد. أهلا وسهلا. احنا اسفين على إزعاج سيادتك، سيادتك محامي كبير وعارف شغل المباحث. خير. احنا جات لنا إشارة من مباحث القاهرة تفيد بأن السيارة بتاعت سيادتك كانت موجودة قرب المكان اللي اتقتل فيه المليونير سامي سليم. أظن سيادتك قريت عن الحادثة. طبعا قريت. الغريب إن اللي قاتل مجهول.
عربية سيادتك كان فيها واحدة ست، يا ترى مين هي؟ في انتظار سيادتك انت والمدام بكرة الصبح لو سمحت. تصبح على خير. مع السلامة. خير يا عباس؟ لا لا لا، مفيش. النيابة كانت طالبة إعادة تحقيق قضية، وأنا كانوا عايزين ياخدوا رأي فيها. أنت ما غيرتيش هدومك ليه؟ بدري كده؟ وانا كنت نمت عشان اصحى الليله. اياها حد شافك هناك؟ تقصد ايه؟ جاوبي على سؤالي، حد شافك هناك؟ انا قلت لك ان عربيتي اتعطلت. وبعدين ركبت مع واحد. مين هو؟ معرفوش. خد نمرة عربيتك وبلغ البوليس عنك. ويبلغ عني ليه؟ يعني كنت موجوده مكان الجريمه. جريمه؟ جريمه ايه؟ انت مش شفت المباحث امبارح؟ النهارده مطلوب استجوابك. جريمة؟ ما تفهمني ايه الحكاية؟ سامي سليم انضرب الرصاص ومات. احمدي ربنا ان العربية عطلت والشجرة قطعت الطريق. ربنا انقذك مش حبا فيكي، بس عشان ينقذ سمعتي انا. بس كفاية كفاية تمثيل يا عباس، انت اللي قتلته. ايوه انت اللي قتلته، خدت الجواب ورحت قتلته. اسمعي يا نايف، انت موقفك صعب جدا لاني كنت موجوده في مكان الجريمه. احنا لازم نفكر ازاي نخرجك من الورطه دي. انت اللي كان معاك المسدس. ايوه كان معاك المسدس وقتلته. اكيد جميل، اكيد مجنونه. ما حصلش. حصل ان زوجتك صحتك قبل يوم الحادث بانها بتحب شخص تاني وطلبت منك الطلاق. حصل. وانت رفضت وهددتها واكدت لها انك مش ممكن هتطلقها مهما حصل. تماما. طيب يوم الحادث تقدر تقول لي بالظبط امتى رجعت من المكتب؟ مش فاكر الساعة بالظبط. يوميا خرجت من المكتب بدري، كان الجو وحش. فعلا الجو كان وحش والدنيا بتمطر، ومع ذلك أول ما روحت البيت وقريت الجواب نزلت تاني. رحت فين؟ أنا لما قريت الجواب حصل لي صدمة فظيعة. ركبت العربية وبتلف في الشوارع بدون هدف. في الجو ده؟ في اللحظات اللي زي دي تصرفات الانسان ما بتخضعش للمنطق. بالظبط، في دي معاك حق. فعلا ممكن تكون الصدمه شديده وقويه بحيث انها تخليك ترتكب اي جريمه. لكن ما حصلش. طيب في حد يشهد يا عباس بيه، او حد شافك وانت بتلف بالعربيه، او قابلت حد؟ لا لا
طيب اللف بالعربيه ده خد وقت قد ايه؟ مش عارف. في ساعه 3 ساعات. انا ما كنتش داريان بالوقت خالص. ثبت من افاده الطبيب الشرعي ان المجني عليه اتقتل من اول رصاصه، وان الخمس رصاصات التانيين اطلقوا عليه وهو مرمي على الارض، يعني من باب التشفي. انا ما اعرفش حاجه عن الحكايه دي خالص. ثبت من اقوال جيران القتيل اللي جريوا على صوت الرصاص انهم شافوا عربيه مندفعه بسرعه جنونيه. ماركتها ايه؟ لونها ايه؟ نمرتها كام؟ للاسف هما ما قدروش يوصلوا لحاجه من دي، والسبب طبعا الضلمه والمطر وسرعه العربيه. مش عربيتي طبعا، انا عمري ما رحت هناك. ثبت من تحريات عباس بيه ان القتيل ما كانش ليه اي اعداء، ولا حتى بينه وبين اي حد منازعات تدعو للقتل. اكيد في اكيد، بس التحريات لسه ما وصلتهاش. يعني هيكون مين الادب؟ شوف يا استاذ عباس، بكل اسف انكارك للجواب اللي ادته لك المدام في اول التحقيق ده في دليل كافي على قتلك، وبناء عليه انت متهم بقتل سامي سليم عمدا مع سبق الاصرار. علاقتك بالست دي خالص. أرجوك يا كمال، أنا مش عايزاك تحكم عليها بالشكل ده إلا بعد ما تعرف نتيجة التحقيق مع عباس. كفاية إنها كانت بتعرف راجل تاني في الجزء. خير يا أستاذ عباس. إيه ده أنا؟ ترى إيه؟ ترى إيه؟ وهي ذنبها ايه؟ هي السبب، حتى لو كان قتل تبقى هي السبب. عند مامتها عشان تعبانه شويه ويمكن تبات عندها الليله دي. معلش يا كمال. ليه يا كمال؟ Thank you.
عارفه اخرني عنك، الموضوع ده برضو كان مؤثر على كمال. عارفه معلش. المهم انا عايزاك زي ما اتفقنا تسافري اي حته تريح اعصابك وتبعدي شويه عن الناس اللي بيعرفوك لحد ما تهدى الامور. حاضر. بس تبقي اسالي عليا. خلي بالك من نفسك. بالرغم من تأكدي من براءتك لكن هنعمل ايه بقى؟ انت عارف ان القانون هو القانون، لكن ان شاء الله المسألة هتعدي على خير. النيابة بتعمل تحريات، انت كمان تقدر تساعدني. اكيد مراتك عندها مفتاح القضية، بس رجائي انك ما تتهورش. مع السلامة استاذ عباس، واسفين جدا على الضيافة السخيفة دي. ليه مش عايز تقول لي نايت فين؟ ده ناسي انها مراتي؟ طب ارجوك تهدى شويه عشان نعرف نتكلم. نتكلم في ايه؟ اكيد مراتك عارفه مكانها فين. وانا عارف ان مراتك ما تخبيش عنك حاجه ابدا. ده تحقيق بقى. نايت فين؟ نايت في اسكندريه. فين في اسكندريه؟ في نفس المكان اللي اتعودتوا تنزلوا فيه كل مره مع بعض. ما تخافيش. مش ممكن. ازاي؟ حتى الجثة عباس. اهدي بس، ما انا هفهمك كل حاجة. ده عباس محبوس عشان قتلك وانا اللي بلغت عنه. ما هي دي احسن حاجة عملتيها. امال مين اللي اتقتل؟ ما انا اصلي كدبت عليكي كدبة صغيرة، هي دي اللي ملخبطاكي دلوقتي. سامي سليم اتقتل صحيح، بس انا مش سامي سليم. امال انت مين؟ انا سامي عبد الحميد. لكن ده اتقتل في بيتك. اهو ده مش بيتي، بيته هو، بس انا كنت بستعمله. ما هو كان صاحبي. طب ليه كدبت عليا؟ في اتنين اشتركوا في تحطيم حياتي، سامي سليم ومديحة، الست اللي انا كنت متجوزها. وبعدين معاك يا سامي مشتعل شوية؟ أعقل إزاي؟ وأنا شايف حبيبتي قصاد عيني، ومش قادر حتى أكلمها. أنت ناسي إن جوزي موجود؟ وأنا حبيبك. مش بعدين بعدين. هي كانت مراتي وحبيبتي وكل شيء في حياتي، وهو كان أعز أصدقائي، بس أنا كنت مشغول مشغول وبسافر كتير. مريحة مريحة مديح،
يا جماعه حد يطلب لنا الاسعاف، الراجل هيموت في ايدينا يا جماعه، اتحركوا. سامي انت جيت من السفر امتى؟ ما تخافيش اطلعي فوق على طول ولا كاني كنت في العربيه. سامي انت ناسي انك ما عندكيش رخصه، اطلعي. مين اللي عمل حادثه؟ انا. واعترف بقياده السياره وارتكاب الحادث ولاحظنا رائحه الخمر تنبعث من فمه بوضوح، وقد ادلى شهود الحادث بما هو اتي. العربيه دخلت الشارع على سرعه 120 كيلو تقريبا، كان فيها واحد وواحده، واللي انتصوا برضه واحد وواحده. حظ الله، انا مش متاكد ان كان اللي كان سايق ست او راجل، على ما اظن انه راجل. 100 كيلو على الاقل، يا عيني كانت الراجل والست، والراجل اللي كان بيسوق والست كانت قاعده جنبه. انا شفت العربيه قبل ما تخش الشارع، قلت اكيد هتعمل حادثه. الراجل سايق والست نايمه في حضنه ونازله فيه بوز، وهوب سمعت الخبطه والفرمله. كذاب 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 كذاب. الاثنين مصابين توفوا في المستشفى يا فندم. يا خبر. قول يا عسكري حطه في الحجز عشان بكره على النيابه. عامل ايه يا سامي؟ انت كان معاكي حد في العربيه؟ حد مين؟ انا اللي بسالك. لا طبعا، ما انت نزلت وشفتني. امال ليه كل الشهود بتقول ان كان في راجل وست في العربيه؟ وان الراجل هو اللي كان سايق. شهود؟ شهود ايه بس يا سامي؟ ما انت عارف الناس في وقت الحوادث بتتكلم وبتقول اي حاجه. خلاص ريحك. أنا ساعة ما نزلت من البيت كنت واقفة جنب باب العربية اليمين. ليه؟ سامي هو أنا كنت دريانة بعمل إيه؟ أنا كنت رايحة جاية من هنا لهنا لحد ما أنت جيت لحقتني. سامي أنا أستحمل أي حاجة في الدنيا إلا إنك تشك فيا. تشك فيا يا سامي؟ شد حيلك يا سامي. شكرا يا جماعه تعبتكم معايا. ما تقولش كده يا راجل، ده احنا جيران والباب في الباب. ولع ولع يا سامي، احنا تحت امرك، ما يلزمش اي خدمه. ما شفتوش مديحه؟ ما تقلقش زمانها جايه، الاستاذ فات عليها النهارده الصبح ونزلت معاه. استاذ؟ استاذ مين؟ الاستاذ سامي سليم اخوها. والله كتر خيره، ما فيش اخوات كده اليومين دول، ده من ساعه القضيه المهببه دي وهو ما سابهاش لحظه واحده. ده حتى وانت مسافر كان بيبات معاها عشان يونسها. المدام كانت سالتها وقالت لها انها بتخاف تنام لوحدها. حد منكم شاف عربيته؟ ايوه. شكلها ايه؟ عربيه لونها لبني. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. أرجوك يا فندم، أنا عندي أطفال أخرى. عايز تقول إيه؟ مش أنا اللي كنت سايق العربية. وما اكتشفتش الحكاية دي إلا دلوقتي؟ في ظروف اضطرتني أقول كده في الأول. ظروف إيه؟ مش هقدر يا فندم، أرجوك. إيه هي بقى الظروف؟ أنا ما كنتش في العربية خالص. دلوقتي بس عرفت إن مراتي كان معايا عشان وهو اللي كان سايق. إيه تطلع مراتك بشرفها عشان تلفي من جريمتك؟ سيادتك تحقق وانت تعرف ان انا بقول الحقيقه. عارف ايه؟ سايق وانت صدر وقت الحادث اتقبض عليك جنب العربيه، واعترفت في البوليس والنيابه انك انت اللي كنت سايق العربيه. جاي دلوقتي تالف لي روايه وتقول لي حقق. بس انا مظلوم، اقسم لك ان انا مظلوم. سيادتك تفتح القضيه من جديد عشان تحقق العداله. عداله؟ هتعلمني العداله يا متهم.
قول يا عسكري. حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سامي عبد الحميد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. وطول ما انا في السجن ما بفكرش في حاجة واحدة، امتى هخرج وافرج عني. ورحت لها. وحشتني قوي يا سامي. وانت كمان ما بطلتش تفكير فيكي لحظة واحدة يا حبيبي. وانا كمان محضرة لك حتة مفاجأة. يا ترى ايه المفاجأة بتاعتك دي؟ عزمالك كل اصحابي عشان نطلع نصطاد. ايوه بس انا جنديتي ما استعملتهاش بقالي 3 سنين. ليه صدت؟ دي برضه تفوتني؟ ده انا شايف لك واحدة جديدة يا حبيبي. مليان رغبة في الانتقام. وانت ابوك ازاي؟ خطأ مجهول خرطوش كله زي بعض. محدش ليه أي مصلحة في القتل العمد. الحلقة دي فضل 2 سامي سليم وجوزك عباس. أيوة عباس القاضي اللي حكم عليا بالسجن. القاضي اللي مرضيش يصدقني بعد ما عرفت الحقيقة عن مراتي وقلت له عليها. كان ممكن يطلب إعادة التحقيق، كان ممكن يبرعني ما عملش حاجة مني. خرجت من السجن ودورت على عباس. عرفت انه استقال وانه بقى محامي. وتقمصت شخصية سامي سليم. وخليتك تحبيني على اني هو. ولما تأكدت من اليوم اللي هيبقى فيه في بيته في العزبة اقنعتك انك تهربي. وتكتب الجواب. طب ليه عملت كده؟ لاني كنت عارف ان عباس هيحصلك علشان هيخاف من الفضيحه. يبقى في الحاله دي يا اما هو يقتل سامي سليم يا اما سامي سليم يقتله. وبعدين واحد من الاثنين هيتقتل والتاني هيخش السجن. وبعدها خلصت من الاثنين. يعني عباس قتل سامي سليم؟ لا انا اللي قتلته. لكن انا عايز اشوفك دلوقتي. ومن امتى البرد ولا المطر يحوش سامي سليم عن حاجه نفسه فيها؟ اسمعي، انت تلبسي بلطو الفرو اللي انا جايبه لك من النرويج وتركبي المرسيدس اللي جايبها لك من المانيا وتيجي تتفرجي معايا الافلام اللي جايبها لك من السويد. مين المغفل؟ ولما هو مغفل عمل له حساب ليه؟ خسارة. كان نفسي اشوفك الليلة. اسمعي بقى يا حلوة، لو ما جيتيش بكرة لا مفيش بعده تمسكي نت التليفونات بتاعتك وتشطبي اسمي ونمرتي وتنسي في يوم من الايام انك عرفتي واحد اسمه سامي سليم. مع السلامة. مع السلامة. Thank you.
افتكر الثلاث سنين اللي قضيتهم في السجن بتاعك اثروا على ايدي. ممكن اعرف سبب تشريفي بزيارتك؟ كنت جاي اتفرج عليك وانتوا الاثنين بتموتوا بعض، لكن القدر تدخل وبوظ لي خطتي. للاسف هضطر اموتك انا. يعني عباس مظلوم؟ وانا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا ده كله؟ انت ايه انت؟ انت مين انت؟ انت زيك زي مديحه، زي كل الستات التانيين. خاينه رمت جوزها في السجن علشان عشانها. اخرس انا عملت كده عشان كنت فاكره انه قاتل، لكن بعد ما عرفت الحقيقه مش كل حاجه. اطلب البوليس بسرعه. Thank you.
خونة! بقول لكم خونة! مش عايز السجن تاني! مش عايز السجن تاني! مش عايز السجن تاني! يا خونة! مش عايز السجن تاني! خونة! بلكم خونة! انت طالق!